سبور الموسيقى الأخبار والزفن سمعك التصوير. مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا اللي يوصلكم صوتنا على 94.465 ولفيا ستريمينغ 3w.wazisafm.tn. الموعد ينطلق من توا في برنامج تابو ويتواصل ان شاء الله حتى السابعة مساء بحضور مجموعة من الضيوف المختصين في الشأن الاجتماعي والتربوي. نتحدث معاهم اليوم على موضوع العنف الأسري، اكيد اشكاله متعددة، نتائج وخيمة على العلاقات العائلية وأيضا على الأفراد والمجتمع. وخليني قبل هذا الكل نحيي زملائنا اللي رافقونا في الجانب التقني، زميلتنا مروة شيبوب في من وراء الكونسولات، وأيضا زميلتنا مروة في استقبال وتنسيق كل المكالمات الهاتفية على 75 278 800. أكيد نجموا تتواصلوا معها وتتواصلوا بالتالي معنا وتثروا هذا اللقاء. في البداية نرحب بضيوفنا حاضر معنا في المباشر مدام سميرة العابد، رئيسة مصلحة الوقاية وخبيرة في الشؤون الاجتماعية والسياسية، والأكيد تمثل اليوم مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي. مرحبا بك مدام سميرة. مرحبا بك، شكرا لك بدايه لقبولك الدعوه. اهلا وسهلا بكم ونتمنوا كل المستمعين، نتمنوا على المستوى اللي في الحقيقه ابهرنا في الاسبوع الماضي، اترفقنا ما نقولوش كل اسبوع ولكن ندلوا عليك انك تكون حاضر معنا بشكل دوري، لانه وجودك فيه اثراء للنقاش. والاهم من هذا الكل انه الفايده تعم للساده المستمعين. ايضا حاضر معنا في المباشر وسعداء جدا باستقبالها مدام فاتن الزايري، مربيه وايضا ممثله عن جمعية أسرتي العربية. مرحبا بك مدام فاتن. أهلا وسهلا، مرحبا نداء، شكرا على الفرصة العزيزة اللي تخليني نلتقي بمستمعي إذاعة أوازيس أف إم. شكرا لك مدام. وأيضا بعد شوية يلتحق بنا الدكتور محفوظ غزال، مربي وأيضا ناشط في المجتمع المدني وباحث في لغة القرآن، حتى نتناوله معاه الدين كيفاش تناول العلاقات الأسرية، وخاصة وقت نتحدث على العودة للمنظومة الدينية. أكيد ما فيهاش تشدد كما يتصور بعض الناس، ولكن المنظومة يعني مكنت كل شخص وكل فرد من حقوقه في إطار العلاقات الأسرية اللي تحترم الأفراد. بنواصلوا اللقاء وموضوعنا لليوم هو العنف الأسري. أكيد نجموا تتواصلوا معنا على 75 278 800. مرحبا بكم لإثراء الحوار أو نقل تجاربكم معنا، أخصائية اجتماعية تنجم تفيدكم في الإطار هذايا. إذن نواصلوا معاك لو تسمح مدام فاتن الزايري، ومرحبا بك من جديد. يبدو أنه العنف في الأسري أصبح ظاهرة في مجتمعنا التونسي، هذا ما ألفناهش ربما لعشرين سنة خلت، وإلا الأمر كان موجود وكان مسكوت عليه. هو العنف قديم بقدم بوجود الإنسان، معناها كان نرجع العنف الأسري قبيل وهابيل، يعني مع الإنسان تولد موجود من الأول، ما نجمش نقوله مش موجود. يمكن احنا توا ولينا نتكلموا عليه، فهمتني؟ يمكن زادت الحالة شوية وظهرت أكثر، ولا اللي كان يمارس شخص واحد على بقية أفراد الأسرة والأسرة ساكتة ولا يتكلم عليه الشيء كأنه عادي كأنه مألوف. لكن لما صار الأمر أكل القشرة تعرت، ولينا نتكلموا ولينا نستنتج ونحلل في نكساتنا وفشلنا وكله نعرف ونفهموا اللي سبب العنف، بدينا نتكلم عليه. لكن ما نتصورش اللي العنف ظهر جديدة، والدليل كان نقعد شوية حتى في أمثالنا ونسأل أماتنا وجداتنا وكل توا نعرفوا برشا حديث وبرشا حاجات، لكن للأسف يعني كانوا يعتبروها عادي، يعني فما مظاهر من مظاهر العنف اللي كانت تعتبر عادية، معناها كأني هذاك يعني هو اليومي. ربما إطار المنظومة العائلية والأسرية في سنوات التالي مدام يعني هذا مش صحيح، والدليل معناه أنه أنتج مجتمعات هاي المجتمعات مهزوزة. يعني نحن نشوفه حتى من رويحنا، إن اللي تربى بالعنف يربي بالعنف، اللي عاش بالعنف يكمل العنف، يعني مش صحيح. يعني ونقولوش يرى مش حكر كان على المجتمعات العربية الإسلامية العنف، لا يعني اللي كنشوفه في الوسائل الإعلام وكل في الغرب بالعكس العنف اللي عندهم هم يمكن أفضع، ولا خاطر هم يتكلموا عليه بطريقة أوضح منا نحن. يعني له حكر العنف داخل الأسرة، له حكر على فترة زمنية معينة، وله نتيجة يعني توا في ظرف معين. كذلك
له حكر على طبقة اجتماعية معينة، لا على الجاهل ولا على المثقف ولا شيء، لا بالعكس ظهر ربما الأكثر ديمقراطية هذه. لا منتشرة للأسف، نقول للأسف راه مش هذا صحيح، ماناش قاعدين نشرعوا له ولا قاعدين نبرروا ولا قاعدين نقولوا خلينا نكملوا، لا لكن موجود للأسف الشديد موجود، آثاره نعرفوها ونلمسوا فيها ونشوفوا فيها يوميا، زاد شوية يمكن حتى مع الظروف الاجتماعية جديدة والسياسية جديدة، لخاطر الإنسان دي ما يتأثر بالمحيط نتاعو، فهمتني؟ يعني فما دراسات يقولوا أنه في فترة الحروب تزداد العنف الأسري، يعني في فترة الحرب الضغط وكذا التوتر والخوف يرجعوا الإنسان، كذلك الظروف الاجتماعية اللي القاهرة اللي نشوف فيها توا، يعني الظروف المادية نحن نذكروا قبل جداتنا شي يقولوا خان وقته ودار على مرته، يعني موجود هذا، يعني ظروف اجتماعية سكن ضيق فقر بابا مش منجم مسؤولية صغاره، يعني يظهر الظواهر هذه، يمكن هذا اللي خليه يبين أكثر، لكن المسكوت عليه نحن في مجتمعنا أكثر راهو، يعني كان تدخل وتشوف يعني ناس لبس عليها ميسورة الحال ومثقفة وكل شيء يحكيوا حاجات فعلا مخجلة مخجلة، يعني ساعات ما تصدقش اللي شخص ذاك يمارس في العنف، والعنف راهو ما هوش يحكر على مثل راجل ضد أولاده ولا ضد مرته، ساعات فما حتى رجال تتعرض للعنف كيقولوا عنف ضد الأسرة داخل الأسرة، هو إما ضد الأبناء إلا ضد الزوجة وإلا ضد الزوج ولا حتى ضد المسن ساعات، يعني فما مسنين نشوفوا إنهم يشكيوا من هذه الظاهرة، وهو يأخذ عدة أشكال، العنف البدني بطبيعة أخطرها، ثم اللي ما يتحقرش بالكل زادة هو العنف اللفظي، إذن العنف هو أسلوب، هو طريقة في الرد، طريقة في التواصل، طريقة في التعامل، طريقة في أخذ الحق، معناها أسلوب يعني موجود، كما موجود عنف في المدرسة، موجود عنف في الشارع، موجود عنف في الإدارات، ما نجموش ننكروا هذا، معناه موجود عنف في المجتمع، كما فما عنف سياسي، كما فما عنف إعلامي، فما عنف زادة داخل العائلة، وهو خطير، وربما هو النواة اللي تنتج في العنف هذا الكل اللي كنا نحكيوا عليه داخل المدرسة وداخل الشارع في المؤسسات وكل، يعني الأسرة هي اللي باش تنتج لنا الإنسان هذاك اللي تربى وتأقلم وتعود بالأسلوب هذاك بتاع العنف في أخذ حقوقه وإلا في المطالبة بحقه ولا حتى في أخذ ساعات حقوق الناس. طيب مدام سميرة، في استنتاج ربما لقراءتكم الأولية لموضوع العنف الأسري، السؤال يطرح هل هو فعل مكتسب وإلا فعل فطري، بمعنى أنه الإنسان العنيف داخل الأسرة هي ممارسات تكون نظرا لردود أفعال تجاه أشياء معينة على مستوى مشاكل ربما الاجتماعية النفسية الاقتصادية وغيره، وإلا إنسان تربى يعني بشكل أو بآخر أنه يكون عنيف، خاصة تحدثوا على العنف الذكوري أنه أنت راجل أختك لازم كي تراها تغلط تضربها تعيط عليها، نقبلوا أنه الوليد يعيط على كل العائلة بما فيها الوالدة والوالد، ولكن مثلا البنت ما تنجمش يعني والناس الكل جي ضدها لو كان ترفع صوتها ولو كان تتحدث بطريقة فيها جانب من العنف. سؤالك كونه هو هل الممارس العنف فعل فطري أو مكتسب، هو كل أكيد هما جزء جانب من جينات مسيطر على الفعل، لكن الجانب الأكبر هو المكتسبات اللي تتأتى للفرد طيلة حياته، من ماذا تتأتله؟ من تجاربه، من ما شافه أمامه، من تمثلات نفسية عايشها، من ضغط مورسة عليه، وبالتالي هو كما قلت الأخت فاتن، الأخت فاتن أنه يولي هو نفسه يمارس العنف لأنه تمارس عليه، هذا واحد كما قلنا اللي هالعوامل الفيزيولوجية كونه هو ذكر يمارس العنف كما قلنا مثلا على النوع الاجتماعي، هي أصلا منظمة الصحة كي تتناول العنف الموجه ضد المرأة تدرسه على أنه تناول النوع الاجتماعي استضعاف لكيان المرأة، لكن أيضا مش المرأة، ليست المرأة فقط، وإنما كما قلت المسن اللي أضعف منك، اللي الطفل اللي هو مازال في سلطة، يعني ممارسة الفعل على من لنا سلطة عليه، إيذاؤه، تسليط عقوبة عليه، حرمانه من حقه، حرمانه من ممارسة، ولما لا كما قالت الأخت الدولة في حد ذاتها ممكن تمارس العنف، لما على من؟ على مواطنيها، على من هم في سلطتها، وبالتالي هالممارسة تربطها بين الفيزيولوجي والفطري والمكتسب، أكيد لأنه ثنائية لا محدة عنها، معناها هي تشكيلة الإنسان فيما هو فيزيولوجي فيه، فيما هو معناها مستبطن فيه
وفيما هو اكتسبه في حياته. وايضا خليني ما ناخذش موقف المرأة فقط، ايضا الرجل يمارس عليه العنف، لانه هناك نساء مسترجلات بين ظفرين، نساء تحاول في خلال حياتها الأسرية انها تسيطر على زوجها، سواء كان بانه معناها تهميش من افكاره، سواء احراجه قدام اطفاله، سواء كان تلقاه في اجتماع ولا في لمة عائلية تحاول من تتقزم افكاره ولا تقزم من دوره. موجود راه هذا، علاش هذا موجود؟ تقولي علاش؟ علاش؟ لانه يا اما فما حاجتين باش نتحمل هنا مسؤوليه اقوالي فيها، يا اما كيما نرجع ونقول مكتسبات فطريه وطبيعيه فيها وتعودت، هي تبطنت كونها تاخذ دور الرجل وتذبذب، ومعناها كل انهيار المسؤوليات وعدم وضوح تحمل المسؤوليات في الاسره. هذا واحد. ثانيا، وهنا بالحق اسمح لي نقول كونه المنظومه التشريعيه الكبيره اللي تعملت من مجله الاحوال الشخصيه الى اليوم مع التنقيح الأخير ومشروع القانون الأخير حول العنف، مقاومة العنف المصري ضد المرأة، هالمنظومة التشريعية ككل اللي ساندت المرأة بين ظفرين، قويتها وخلتها تنسى دورها الطبيعي كأم وكقارينة للرجل، ومعناها كدور متلازم مع الرجل لتكوين الأسرة وبنيان صرح كبير اللي هو الأسرة، خلاها تعتد بنفسها، وبالتالي تنسى اللي مسؤوليتها ودور الرجل لا يلغي وجودها وإنما يكمل وجودها، وأيضا تجم تعيش حياتها وتعيش دورها وتمارس دورها كأم كل مع احترام دور الرجل. طيب لهنا مدام فما ربما من تمارس العنف بشكل أو بآخر على زوجها تبرو اللي هو مهوش قايم بدوره، هو مستقيل، هو يلقي بكل المسؤوليات على عاتق المرأة، وهذا في الحقيقة ولينا نلمسوه بشكل متزايد في مجتمعنا التونسي بالأساس، الشيء اللي بين ظفرين يخليها تبرر نفسها ممارسة أشكال العنف على الزوج. يعني هنا قلت لك من أول ما بديت كلامي، إحنا ما نشبش نبرر العنف، لأنه مهما كان هو فعل خاطئ، فعل الإيذائي والحرماني وتسليط العقوبة على شخص أو بما فيه أثار نفسية واجتماعية وأثار سلوكية عليه، مهما كان مخالفيته لا يبرر له، وإنما إحنا في حصتنا هذه ندرسه في الظاهرة. إذا كان المرأة تشتكي كون الرجل يتخلى عن مسؤولياته ويغيب وغايب، ممكن يكون بين قوسين غائب عن حضور عن مسؤولياته في البيت، كونها تحتقره ولا تقزم من شأنه ولا تحطه في ركن بعيد عن أبنائه، ومعناها وتحت وتسلط عليه المجهر كونه هو مقصر، هو متخلي، هو غائب، هك النعوت هذيك أول من يتأثر بها وأول من يسجلها هو الطفل، هو الابن هذاك، هي في بالها تكتسب ابنها في معناها في صفها، في حين هي تنقصه من شخصيته كما نقولوها احنا يسودغراد بالحق، قاعد يتقزم، قاعد يتهمش، قاعد حتى لين يفقد في ثقته، وبالتالي سواء كان ذكر أو أنثى باش المفاهيم والقيم اللي مفروض يتبنى عليها أخلاقه ومسيرته في حياته باش تبدأ مهزوزة. شكون الأم؟ شكون يقوم في دور الأم؟ وشكون يقوم في دور الأب؟ معناها هالمشاحنات، وهذا هي بالطبيعة الأم إذا كان عبرت عليه باش تعبر عليه لفظيا، باش تعبر عليه في ضغط، باش تعبر عليه في مشاحنات كلامية، في مشادات بينها وبين الرجل، توصل ممكن إلى حد تبادل العنف، أكيد قدام شكون هذا؟ على مرأة ومسمع من الأطفال. وكيفاش تقول بالنتيجة ولدي كيفاش ولا يتمثل العنف، ولدي كيفاش يمارس العنف، وأول من يمارس العنف على شكون؟ أكيد على أمه اللي مستقوية على أبوه، وعلى البو الضعيف، وبعدين يولي يسوق العنف هذاك، يخرجه من دائرة الأسرة إلى المجتمع، وبعدين نحكيه على ولدي جانح، ولدي منحرف، ولدي مش غير متكيف اجتماعيا، و و و و وإحنا نأسسوا لأبنائنا. واضح. خلينا نرحبوا بالدكتور محفوظ غزال، باحث في لغة القرآن. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. شكرا لك لقبولك الدعوة. إذن موضوعنا لليوم هو العنف الأسري. السؤال اللي باش نطرحه عليك سي محفوظ في إطار بحثنا في أسباب وعوامل انتشار ظاهرة العنف الأسري، تطور الشكل متاع الأسرة التونسية على خاصة من بين ما قبل الاستقلال وطوى، انه
لو كان نجم نوصفه أنه الانتشار متاع العنف الأسري ولا على الناس الكل موجود، الأب يمارس العنف، الأم تمارس العنف، الأطفال يمارسوا العنف، وبالتالي ما هوش حكر ربما على رب العائلة اللي كان في وقت ما الجد فقط هو اللي مسموح له باش يمارس العنف. المسألة هي واسعة ومقارباتها مداخلها يعني مداخل مختلفة، ولكن في شيء من التخصيص وتكملة لما كنت الآن أسمعه يعني من جانب ربما تشريعي قانوني، ولكن لا يخلو أيضا من بعد اجتماعي ثاقب. العنف في أشكاله كلها الأسرية ما هوش وليد سوء التفاهم فقط، لا هو وليد حتى الحالات المعزولة اللي فرضها علينا النسق الحضاري الجديد. نحن شعب سمينا رواحنا حدفيين، لكن هل مهدنا بالفعل على مستوى البنية التحتية لنكون حدفيين؟ من ناحية. من ناحية أخرى، هل عقلياتنا تتناسب مع تصور حدافي منزوع من سياقه والنجم معنا ونحب نفرضوه بالقوة؟ اليوم خلينا نشوفه مثلا أشكال الحداثة شنية. هي تحرر المرأة الزائف، جودي بيان الزائف وأكد على ذلك. يعني نرى أن تحرر المرأة يكون يعني بممارسات تخرج حتى عن نطاق المعقول، دعك من الإدانة الدينية ولا الاجتماعية ولا العرفية، تخرج عن هذا المعقول بصفة عامة. تصرفات كثير من الرجال أيضا باسم الحداثة يعني فعلوا ما يشاءون. كنت أتذكر ريم مرة حكينا على الخرافة والسحر، وقلنا لكون السحر هذا الاعتراف به في البيت ينجم يمكن الراجل يشد قارد على روحه ويعمل اللي يحب عليه، يقول له راو كتبين له وعملين له، ينجم حشاك يزنى، ينجم يفسد، الكلها باسم شنوه؟ باسم اللي كونه كتبين له. معناه اللي حبيت نقول له شنوه؟ أن الأسرة في أشكالها كلها لابد أن يكون فيها وعي بأننا نعيش في فترة معينة في سياق معين غير معزول عن سياق العالم. العنف الكبير اليوم اللي نشوف فيه، ما الأول اللي حكيت عليه هو ستريس الضغط اللي هو وليد نسق حضاري ما نجمناش نلحقه بركبة. اليوم الولي يجري وينهات عنده ثلاثة صغار ولا كذا باش يوصل هذا لهكا وهذا لهكا، هو بيدا نفسيا يعني متوتر إلى درجة كبيرة، ينتج عليه ردود أفعال لا قصدية، ماهيش قصدية، أحيانا ما نقولوش عفوية أما لا قصدية. العنف الممارس اليوم كلك سواء من الرجل إلى المرأة أو من المرأة إلى الرجل وليد ثلاثة أسباب. الأول النسق الحضاري، الثاني غياب الثقافة في الأصول الأولى للتربية سواء كان في المدرسة أو في المعهد أو في الجامعة، وثلاثة غياب الثقافة اللي تزرع في الأسرة. اليوم نحن كنحضروا أولادنا ولا بناتنا باش يعرسوا، أول ما نتحدثوا عليه هو الزهاز، يعني الجانب المادي أكهو، ويحاول أن في أعين أول الناس وآخر أول وآخر أي. يعني حاول في أعين الناس أن ما تكون ناقصة حتى شيء، وشوف بين ظفرين الغباء الاجتماعي أن يعمل يوم مشهود لكي تعرض هذا الذي أخذته أو هذا الذي أخذه هو أمام الناس في شكل من التباهي، وهذا حتى دينيا يعني إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، يعني هذا يدخل في إطار التفاخر. لا تعد الأم ولا الأب ابنتها أو ابنته لكي يستنزل طائر عناد الرجل حين يقع إشكال داخل الأسرة. الراجل بطبيعته نرفوزي أكثر من المرأة في الغالب، والمرأة أعطاها ربي وسعبال أكثر من الراجل، هذا يمكن أن يؤصل حتى على المستوى العلمي في تركيب الجينات. المرأة أنا أختي ولا بنتي وإلا ما نعرفش حتى صديقة باش تعرس جديدة، ما فيها باس أنك تحكي على المسألة هذه في المدرسة وأنك تحكي عليها في المعهد وأنك تحكي عليها في الأسرة. نحن الأم لا تعلم شيء، بل بالعكس معناها هنا خلينا نكونوا نوجعوا باش نجموا نعملوا بوان دو ديبار. تنجم تعلمها الأسوأ الأم هي كيفاش تسيء إلى حماتها وكيفاش تستعبد الرجل، وهذا الكل يعلم إن ببعض السلوكات وإن يقال مباشرة لكن في الكواليس. وكثير يعني اللي يعرف أصدقائنا يعني الموجودين في المحامين والقضاة يحكي لك على حالات بشعة جدا وقبيحة جدا، يعني من ممارسات سواء كان من الرجل إلى المرأة ولا من المرأة إلى الرجل. خليني نختم ريم، ربما طولت شوية سمحني، لكن فقط في النقطة هذه، المرأة حين تتزوج ثقافتها الزوجية والجنسية والاجتماعية تتلقاها من أفواه أجنبيات،
ما عندهاش كونترا دو كونفيونس وقت اللي تاخذها، تاخذها من جاره، تاخذها من انسان تلاقيت وياها صدفه، تاخذ تجارب الاخرين، تجارب الاخرين الاخرين والام والاخت اقرب الناس ما تعلمهاش بدعوى شنو، بدعوى ان هذا حشمه وهذا لا. لا لا، اولا لا حياء في الدين، ثانيا ماناش خير من الرسول صلى الله عليه وسلم وسيده عائشه كي كنا كانوا قبل، تاتي النساء لتستمع، يعني النساء المتزوجات وغير المتزوجات ياخذوا في الامور هذه ودون حرج. الاولاد ايضا الازواج منين ياخذ الثقافه هذه؟ باش ياخذها لك من اذا كان يسكر حشاك من البارات، ولا ياخذها من المقاهي، وفي غالبها تغلب عليها عقده جنسيه وليده سوء تربيه، حكينا عليها مره زاد ريم. يعني كيفاش ان ننشا مكبوتين احببنا ام كرهنا، وهذا موجود عند الرجال والنساء على حد سواء. ولحظه اللي تقول البوان دو ديبار باش نصلح، اول ما تبدا تصلح به الاسره، الحب مفقود. أنا يتهموا فيها مش اتهام، أما دائما يقال إني شاعر الحب أو المدافع عن الحب. نعم أقولها وأؤكد ذلك، لأن أشرف حبه وحب الله سبحانه وتعالى، ثم حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما يأتي دونه. ليس هناك حب ما نعرفوش نحبه، يعني العلاقة بين الرجل والمرأة في غالب الأحيان نحن نسموها حب، لكن شنو هي تكون في غالبها؟ في غالبها هذا أثبتتها إحصائيات، يعني لا أتكلم من فراغ، في غالبها هي شهوة جنسية لا يستطيع التصريح بها فيغلفها بالحب من الخارج، شحطة مستيك يعني سمحني في العبارة، أمام الناس ليبدو محبا. حتى إذا التقى الجسدان وأطفئت شهوة الجنس عاد الخلاف من جديد، لأن ما كان لم يكن حبا ولن يكون، اللي يتبنى على الجوانب هذيك بركة لا يكون حب. ما نعرفوش نحبه، ما نعلموش أبنائنا كيفاش يحبوا، وما نعلموش في مدارسنا أيضا كيفاش نحبه. هو صحيح الحب بمعناه الأدبي كما يقول نزار قباني، الحب في الأرض شيء من تخيلنا، لو لم نجد جده عليها لاخترعناه، لكن ثم تحب عادي وبسيط، التعبير عن المحبة عن الود. ربي سبحانه وتعالى وقت اللي حكى على الأزواج حكى على المودة والرحمة. شكرا لك سي محفوظ. إذا نواصل معك مدام فاتن الزيري، الأكيد خلينا ناخذ رؤيتك على أسباب انتشار ظاهرة العنف حتى نغلق المحور هذا. عندك تعليق؟ فقط في تفاعل مع اللي جاء على لسان بعد ابنك مدام، في تفاعل مع اللي جاء على لسان الأخ سي محفوظ، كونه فعلا هو أسس على المعطى النفساني والجوانب العاطفية والعلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة. المؤسف إني خذيت طابع نمطي اجتماعي بالأساس، يعني وليت في إطار انتظارات العلاقات الحميمية داخل الأسرة، ولت في انتظار معناها تستجيب لانتظارات اجتماعية، يعني من غير الجانب الإفرادي الجانب الخصوصي للعلاقة بين اثنين. وهنا نقول اللي حتى لو كان سبقت الزواج علاقة حب، علاقة حب بين اثنين، المشكل انه في اول تجارب اجتماعية والتزامات اجتماعية للأسرة يتم الطلاق، واكثر نسب مرتفعة في الطلاق من الزوجين كانا متحابين وتزوجا ثم مع التزامات العائلية انفصلا. يقول القائل علاش؟ لانه هذايا فاهمين العلاقة الزوجية قصة حب أنا أفلاطونيات ورومانسيات، لكن كما قال الأخ إنهم لم يتم إعدادهم. ممكن يستظهروا بشهادة طبية، ممكن حضروا لمراسم الزواج، ممكن حضروا كما قال الأخ للجهاز، لكن المكونات الحياة الأسرية ومقاوماتها والتلاحم والالتزام ما نسألوش عليه. هنا في قلب دعابة فما هناك محامي معروف ساسي بن حليمة، دايما عنده نظرية يقول لك اسأل عن الفراش في أي خلاف، في أي معنى قضية طلاق اسأل على العلاقة الحميمية بين الاثنين. علاش؟ لأنه الجانب النفساني المسكوت عنه اللي إحنا بدافع الحياة وبدافع الحشمة ما نحكيش على علاقاتنا العاطفية أصلا، حتى مفهوم لسيكسيولوجي تخصص خط تخصص علمي بريسك مفقود في تونس بريسك، إذا كان خطك موجود في المدن الكبرى، لكن مثلا في الجهات ما تلقاش، حتى استشاري في العلاقات الحميمية ما تلقاش. معناها كل واحد ساكت بمشكلته وساكت بالأزمة اللي عايش فيها، سواء كان برود جنسي سواء كان فرط جنسي، وما يتحدثش عليه. علاش؟ إنه داخل في باب الحياة، لأنه انتظارات المجتمع ما تسمح لكش باش تحكي في الموضوع هذايا، ولأنه حتى اثنين ما يحكيوش فيها بعضهم، حتى الرجل والمرأة ما يحكيوش فيها. إلى جانب جوانب نفسية أخرى ما يحبش حتى لا الرجل يصرح عليها ولا المرأة تصرح عليها. مثلا تلقاه الرجل ولا المرأة العاهات
الجسمية الموجودة ممكن تأثر على سير العلاقات الأسرية، وبالتالي خلي الواحد فيهم ممارس للعنف لأنه قاعد يتمارس عليه ضغط نفسي يخليه حجمه يتقزم، وكل خوف من أنه حجمه يتقزم قدام الآخر يولي يساعدك الإحساس هذاك بالعجز باش بأنه يظهر بالقوة إلى جانب عوامل أخرى. أكيد خلينا ناخذ العوامل الأخرى هذه وخاصة منها الخارجية. مدام فاتن معك لمساش نحكي أنا شوية على العوامل الاجتماعية. هو عندنا نشأة الطفل، الطريقة التي ينشأ بها الطفل، خاصة الطفل الذي ينشأ في أسرة أو في مجتمع عنيف، تركيز على يعني الذكر، ربما إبراز الذكر وإنه العنف، إباحة العنف للذكر مشكور ومحمود. نعم. العنف الذكري ربما. يعني محمود، وحتى أكثر من هذا يعني توا بديت نسمعه أكثر من هكا، بدينا نسمعه فعلا، رجع على روحك، حتى البنية يقولوا لها الكلام هذا، رجع وعمل ودافع وكأنه ما تكون إنسان وما تكون قوي، كان كيف تضرب وكيف ترجع ولا كتقول كلام خايب، وكل هذه الظواهر الاجتماعية. ثم نشوفه احنا مدارسنا، ديما نرجع نقول البرامج التعليمية المفقرة من الجانب القيمي، ونأكد عليها الكلمة هذه مفقرة من الجانب القيمي، فعلا برامجنا ما نلقاوش فيها جانب قيمي اللي يحكي على المودة والرحمة والتحابب والتسامح والحلم وغيره. يعني نلقاو كان يعني حاجات بصراحة مفرغة معناها. حتى البرنامج التربية الإسلامية اللي قاعدين نشوفوا فيه ما يركزش تركيز جيد على الجانب القيمي، نصوص القراءة اللي قريناها نحن قبل مش اللي يقراو فيها صغيراتنا توا، حتى الصور المتحركة العنف، الصوت العالي، حتى كي تبدا تتفرج ساعتها وحتى في حجر ومنسيه تسمع كان الصوت العالي، من حين في حين هم مسلسل تركي ولا حاجه، لكن واي واي وعيات، ولازم فما عنف وتكسير وصراعات ومبزاز وصراعات ودرشنيه، يعني ولات يعني ظاهره واضحه. ثم نجيو للظروف الماديه، يعني قلنا تأثر تأثير واضح على سلوك الشخص، عندك سكن، نوعيه السكن، معناها كان تشوف ديما ساعات كي نسمع كان الناس يقولون تسكن، يعني كل أحياء الشعبية كديار الصغار بتاع 90 متر والكل تلقى فيهم برشة ضغطك، علاش الصغير ولا الكبير يحب يرجع يحب يخرج. سامحيني حتى نقاطعك مدام فاتن، وعلى تجربة شخصية ذي عشتها، ربما مش حتى الأحياء الشعبية وإلا الفقيرة، ولكن حتى الأحياء الراقية، ولكن السكن في العمودي خاصة الصغير وقت اللي خرجوه من الفضاء المنزلي للشارع يولي أجيتي ياسر، يتحرك في كل الاتجاهات، يتحرك ياسر، وفي الدار دايما يتجه نحو العنف، انه يعيط، انه يضرب، انه يكسر، يطيح، لانه الضيق نتاع الفضاء، وهذا اشرنا له الاسبوع اللي فات مدام سميرة. اي بالحق الصغير هذاك حابين نقول كونه ممارس العنف ليست مرتبطه بالفقر او لا هي مش معناها مش تماثليه، من العوامل مش تماثليه، مش تماثليه، لانه مثلا تلقى عائله عايشة في أحسن ظروف إذا كان مادية، معناها عايشة في ظروف مادية لا بأس بها، في محيط، في مكان فضاء كبير وواسع، لكن مثلا الأب مدمن على الكحول والخمر ولا غيره، يأثر على جهازه العصبي، يولي ممارس العنف من غير حتى ما يدري، وإلا تمثلاته في العنف يمارسه لأنه طبيعة فيه، أنه معناه يأكد سيطرته ولا يأكد قوته. فهمت معناه باش بشرطه يكون هذا إلى جانب هو عامل، أنا قلت تعودنا العوامل، تعودنا يمكن دراسات بالحق معناها من موسى كونه العنف قاعد يمارس في الأحياء ذات الكثافة السكانية لأنه ضيق، ولانه فما الام يعني نظرا لضيق الفضاء المنزل تبعث ولدها للشارع، الصغير باش ياخذ مكتسبات من لعبه مع الاطفال الاخرين، يولي يمارس العنف ويتعلم العنف الى جانب المشاحنات، وما يرتبط بالوجود معنا مميزات ولا القصر المشترك في الاحياء هذيا، كما ما تلقى الفقر وتلقى البطاله وغيره، معناها المشاحنات اللي داخل البيت تتنقل للشارع والعكس بالعكس، معناها ما نجموش نقيسوا اللي الفضاء الاحياء الشعبيه فيها العنف، يمارس فيها العنف عادي، كما ماهوش ممنوع العنف على الاحياء الراقيه وغيره. انا قلت في الاول ان العنف بالذات يعني ما نجموش نحدوه لا بزمان ولا بثقافه ولا بوعي ولا بمجتمع، يعني حتى في
المجتمعات الغربية العنف يمارس داخل الأسرة وبشكل كبير. إي لا معناها ماهيش ثنائيات هي مش ثنائيات. تفضل واسمع. قلنا زاد عندي العوامل الثقافية الإعلام يعني هل احنا ولينا نتفرجوا في العنف قدامنا معناها ناس في بلاتو يتعاركوا ويقولوا لبعضهم كلام خايب ويهددوا في بعضهم بالضرب وكل شيء. هذا من ناحية. ناحية أخرى عندنا العوامل الدينية هم فما حاجتين إما ضعف الوازع الديني وإلا حياد الوازع الديني لأنه ساعات نفهم الدين بالغلط يعني الفهم الخاطئ للعنف تل الدين اللي أصبح يبرر العنف يشرع للعنف يمجد العنف يعني حتى هذا قاعد فما ناس يستغل الدين يستغل الدين وانا نسمع من برشا نساء فما حتى شكون تجيني القسم وتقول لي اللي زوجها ما يروحش من الجامعه يعني انسان مصلي ومنضبط ومتدين وغيره لكن رانا نعيشوا هكا عليه البنيه ولا الوليد راهو مثل تميد ولا راهو خواف راهو حاجه فهمت يعني تحكي لك الوضعيه يعني هني فهم الخاطئ للدين تاويل الدين تاويل خاطئ المراه لازمها تتضرب الصغير يتضرب عادي الباب يعني هكا السلطه هكا صحيح هذاك زاد عنده دور في ان نعيشوا هالعنف الاسري داخل ديارنا وخاصه نحن ديما هنا ندوروا نرجع ونقولوا العنف من الرجل على الزوجه فما زاد عنف الاب فما رجال ما يضربوش نسائهم اما يضربوا بلا اولادهم وبشده بحجه انه يربي فيه يعني واضح وموجود جدا ونشوفوا فيه يعني نشوفوه ونسمعوه وما نلقاوش حتى رد فعل من المجتمع يعني كان يضربوا معلم تقيم القيامة يضربوا باباه ميسالش طيب سي محفوظ أشارت مدام فاتن إلى مسألة الدعم الديني بين ظفرين لمنظومة العنف الأسري وخاصة العنف الذكوري علاش إلى حد الآن مازال عندنا نفس الفهم الخاطئ للنص الديني اللي يعتقد أو يعتقد البعض أنه يشرع لهذا العنف الأسري هو في الحقيقة مهم العوامل اللي ذكرتها أخت فاتن الآن يعني مهمة في ترتيبها هي لا أعرف إن قصدت هذا الترتيب أو كان عفويا لكن هو تسلسل هذا الترتيب مهم جدا لأنها عندما جعلت العامل الديني هو الأخير ليس معناه أن مرتبته الأخيرة إنما هو بالفعل إن حضرت الجوانب الأولى العوامل آليا سيكون هناك فهم مغلوط للدين هذا السبب أولا هو ليس هي عادات ألبست لبوس الدين لبسناها احنا اسم الدين راهي نحن اليوم كي نقولوا مما أذكره معناها ونحن صغار أن يقول لك تحضر الماكلة يأكلوا الرجال الأولين اللي هو عيب كبير وما زالت موجودة إلى اليوم هذه عادات وقت اللي كان المجتمع اقطاعي قديما كان الرجل لأنه يخرج للصيد ويخرج للقتال والمحاربة يأكل خير وكذا باش يقاتل معناها فارس من الفرسان باش يقاتل وهو التصور في زمانه بسيط جدا واليوم ساذج اليوم هذا تصور ساذج بأي معنى تقدم الذكر على الأنثى في الأكل إن كانت أفضلية فإن الله سبحانه وتعالى لم يفضل بين الذكر والأنثى في أي كلام وكان سمعني في العبارة الغباء والحمق متاع ناقصات عقل ودين وكل انتهى أمره وأظن أن المجتمع خطأ. اليوم أي لا أن المجتمع بلغ من بالفعل من النضج أن هذه ماشي ينظر لها بالطريقة التقليدية ولا اللي تضحك معنا بالفعل كل من يتمعن في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم كيف يؤول هذه الجوانب ثم فضلا عن ذلك هذا الفهم المغلوط للدين هو أيضا تباعد ما بيننا وبين العربية حبينا ولا كرهنا لغتنا اليوم الأصلية عادة أنه يقول لك بونسي ديسكورس إلى ممشوز وقت اللي تتكلم هو فكرك معناها لغتك هي فكرك اليوم الإنسان هل يفكر باللغة الفرنسية ويتكلم بالعربية ولا يتكلم بالعربية ويفكر باللغة الفرنسية المسألة دقيقة نحن ما نعطوهاش قيمة لكن هي مهمة جدا ليش؟ لأن اللغة هي التي تصنع لك نمط التفكير مثلا أنت في علاقة مثلا علاقة حب إذا أنت استعملت اللغة الفرنسية فأنت تستحضر فضاء ذهني من عالم الحداثة أو ما شابه ذلك أي الخلفية التي تصدر عنها وإذا أنت تعبرت بكلمات عربية وكذا عندك أيضا يفرض عليك الفضاء الذهني جملة من الطقوس أو البروتوكولات في هذا السياق هنا المزج الغريب اللي موجود في اللغة ورغبة الناس شوف الفضايح اللي وصلنا لها سمحوني في العبارة سادة المستمعين وسادة الحضور الفضايح أن الإنسان اليوم كي يخطأ في كونجيجيزون تاع فيرب يحشم كي يغلط في العربية يتفاخر يقول لك ثقافتي فرنكفونية شوف الغباء إلى أين بلغ بناء
أي من من ضمن ليس فقط البرامج، ليس فقط اللي هي عندها دخل كبير، لكن الإشكال الكبير ما هو تمثلنا نحن لمسألة اللغة، لغتك هويتك. اليوم جاي دار بربعة وتقعد دار بربعة للبكالوريا. أي أي. ما يقولوش الكلام هذا. لا صحيح وربما الظواهر. لا صحيح. لكن ثم. أي. لكن اختفت ثم جانب آخر متصل ليس فقط معنا ما نحملوش الجوانب التربوية كل شيء. وعي الإنسان داخل الأسرة. هل أنت واعن بالفعل أن ثم لغة يلزمك تدافع عليها؟ مش معناها أني نتو باش نجي نتكلف نقول لولدي سمحني يا ريم بالله لحظة، معناها مش باش نجي تو لولدي نقول له باش تقول لي بابا نحبك بي أني أحبك. مش هذا راه ليل ولينا نتمسخروا على اللغة. لا، أما حضور اللغة في هويتك وحضور اللغة في نمط تفكيرك هذا بعدنا. ليش جبت هذا؟ لأنك إذا كان ماكش متمكن من لغتك كيف ستفهم القرآن وكيف ستفهم النصوص القديمة؟ اليوم كثير من الناس كيجي يحكي لك عن النساء يقول لك إن كيدهن العظيم موجودة في القرآن. يا سيدي والله لا موجود يمينا، هي في القرآن إن كيدكن، معناها راي موجهة للنساء اللي خاطب فيهم. والكلام هذا صحيح هو كلام الله من حيث كونه قرآنا، لكن هو ينقل في خطاب العزيز، معناه المتكلم الأصلي شكون؟ عزيز مصر قال للنساء الحاضرات إن كيدكن. إذا لا هو معناه المسألة ريت المسألة يعني هو في الأصل ما هوش خطاب ربي، هو هو لا لا هو خطاب على إلهي عزيزي مصر. لا أي أي وجه إلى زليخة والنسوة على على مستوى الملفوظ في حد ذاته صياغة إلهية، لكن على مستوى من قال ذلك الكلام اللي نقول عليه هو عزيز مصر. معناه انك تقول اليوم حتى معناه تجي للناس تقول انت موجوده في القران الناس أي. تسكت أي. اما هذا وليد شنو هو وليد؟ سامحني في العباره مع انها حاره، لكن وليد جهلنا باللغه العربيه وبعد ما اطلعنا على القران الكريم اللي معناه في كثير من المواطن راه اعطيتك تو موطن واحد يجيك انسان يقدم ويؤخر يقول لك الناس كل باش تدخل الجهنم. يودي باش قال لك ربي ان كل الا واردها كان على ربك حتما مقضيه، وهو يحكي على مجموعة من الكفار الذين عانوا وكابروا هذوك راهم باش يهزهم بعدين يفرزهم. لا، المؤمن هو ربي مأمنك في الدنيا، الله العدل، الله الجميل، الله أبعد من أن يكون عنده الصفات الشيطانية هذه اللي نلبسوا لها فاحنا. والسبب دي ما نرجع نقول لك كريم تباعدنا عن العربية أبعدنا عن فهم النص القرآن. وأنا فقط في إطار تفاعلي مع الموضوع هذا وأيضا مع ما أشرت له مدام فاتن، ما نجموش نحملوا هالتباعد على مستوى اللغة العربية ما بين أكيد وبينها على الأفراد فقط سي محفوظ، لأنه نعرف أنه في دول غربية المحافظة على اللغة هي مسألة قومية ومسألة معناها الدولة استراتيجية فعلا، وهذا نشوف فيه مثلا في فرنسا في إطار المحافظة على لغتها اللي تقارع بشكل أو بآخر اللغة الإنجليزية. تفضل حتى نحن يلزمنا قاموا باش نحافظوا على لغتنا بالحق. لك يقول قلت الأستاذ لو كان جاي ضارب قوية حتى للبكالوريا وجاي يدرس الرياضيات بالفرنسية ويدرس بالعربية ويدرس العلوم بالعربية ويدرس الفيزياء بالعربية وياخذ دكتوراه في الرياضيات بالعربية كما في الدول العربية الأخرى، راهو يدافع عليها وراهو يحبها وراهو يتعلمها ويتعلمها بجدية وما يتفخرش بجهل لغته. فعلا وهالجهل هذايا هو راهو جهل، جهل وتجاهل سعيد، لأنه نحن الإنسان تو المواطن ولا الراجل ولا المرأة ولينا نحبوا نعجنوهم النصوص الدينية ونعجنوهم كما نحبوا احنا، يعني كل واحد يأول حسب مصلحته مش حسب الصحيح وحسب اللي يتقال بالمجد. اللي يحب يغلب المرأة يأول حسب المرأة، واللي يحب يغلب الراجل يأول النصوص اللي مصلحة الراجل. واضح. على كل نواصل ان شاء الله الحوار في ساعتنا الثانية. مساء الخير ومرحبا بكم من جديد مستمعينا، نمشي لكم صوتنا على 44465 والفيستريمينغ www.wazifm.tn. مواصلين في برنامج تابو وحديثنا متواصل حول العنف الأسري. خلينا في البداية نرحب بزميلنا حسين العابد التحق بنا في الجانب التقني، ومواصلين مع ضيوفنا مدام سميرة العابد رئيس مصلحة الوقاية في مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي وخبيرة في الشؤون الاجتماعية والسياسية، أيضا مدام فاتن زيري مربية وناشطة في المجتمع المدني تمثل جمعية أسرتي العربية عفوا، وحضر معنا الدكتور محفوظ غزال متخصص في لغة القرآن الكريم. تحيات ريم جليدي للجميع. تنجموا تتواصلوا معنا على 75-278-800. مرحبا بكم لإثراء الحوار. طيب مدام سميرة، في ساعة أولى تحدثنا على عوامل وأسباب انتشار هذه الظاهرة عرفنا بها أيضا، خلينا ناخذ معاك فكرة على التمظهرات متاحة التشكلات متاحة في هذا المجتمع التونسي.
نرجع إن إذا كان في تصميم الموضوع متاعنا هو العنف داخل الأسرة، خلينا نقول من تمظهرات العنف المسلط داخل الأسرة كونه هك التفريق بين الأبناء في سواء كان سواء كان في العطايا في الهدايا ولا حتى في الحب والحنان اللي يعبروا عليه الأباء الأب والأم لأبنائهم، وكي التفريق يقوم بين الأبناء سواء كان مقصود ولا غير مقصود، هي ممكن تكون بتلقائية ولا حتى لو كان تسألهم وتواجههم بالتمييز بين الأبناء يقول لك لا معنا نتصرف عادي، وهو فعلا هذاك يجعل الصغير ولا يتمثل العنف ويولي يمارس العنف حتى على أخوه، ويولي هيك تكبرك العدوانية اللي كانت صغيرة تولي تكبر 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 حتى لوين أشكال وتمظهورات. أيضا من العنف اللي موجود داخل الأسرة هكي كما قلنا اللي تلقاها العنف الجسدي، الحمل، العاهات والإعاقات، ممكن يكون من العوامل اللي الإنسان يولي يحاول يأذي الطرف الآخر، يحاول يجرحه بالكلمة باللفظ بالموقف باش فقط لأنه حتى يبين اللي هو أقوى منه، كما قلنا ترجع لك العلاقة العمودية اللي يولي ما عادش أفقية وإنما تولي علاقة سيطرة، علاقة تسلط، علاقة الهدف منها إذا ما نرجعش نقول على العوامل النفسية تولي إنسان من غير ما يشعر ولي هو صديق يحب يتلذذ بتعذيب الآخرين. موجود هذا من التمثلات هذوما الكل موجودة، لكن خلينا لو كان نغوص أكثر في الأسرة التونسية كما كنا قبيلة على هامش اللقاء مع الأخيين كنا نتحدث عن الضغط الاجتماعي المسلط على الأسرة التونسية وكثر الالتزامات المادية اللي دخلت فترة الضوء ممكن تأثر على العلاقات داخل الأسرة، فاتورة الماء، فاتورة التليفون، الليتود متاع الصغار باش يجيو على حين غرة معناها هذا الكل بالحق يدق الباب يخرج تخرج المحبة من الشباك، هاك المشاحنات وهاك الالتزامات مع محدودية الإمكانيات وإلا مع البطالة ومع غياب الدخل القار للأسرة هذاك الكل ممكن يأثر على العلاقات ويولي يمارس العنف. إذا كان يمارس العنف راه تعبير عن عجز وعدم قدرة على الفعل وبالتالي أضعف الإيمان هاك الممارسة هذيك. ما قالوا الرجل قوامون على القوامة بالمنطق الديني، قوامة على العائلة، فهموا للقوامة كونه إذا كان هو عجز عن الممارسة القوامة إنه ينفق على عائلته يولي القوامة بتاعه من يمارس سلطته. وعلى فكره فما حتى عنف اقتصادي داخل الاسره العنف الاقتصادي احنا حتى كيف نحكيوا على في تفاعلنا مع المواضيع نتاع الاهمال والتقصير في الرعايه بالنسبه للاسره نحكيوا على العنصر الاقتصادي، اهمال بين ولا عجز بين في الرعايه والتربيه للطفل بمعنى انه غياب السند المادي ولا تقصير الاسره على انها توفي التزاماتها توفي التزاماتها الالتزامات تجاه احتياجات الطفل بالتالي هذاك اسمه تقصير بين ولا عجز بين عن الرعايه. ايضا مما يؤدي اليه العنصر الاقتصادي يولي يؤدي الى استغلال اقتصادي، هذا في حد ذاته عنف. يولي هيك الصغير هذاك اللي دون سن 16 سنه اللي مفروض يكون مكانه الطبيعي هو التمدرس مقاعد الدراسه ولا يعيش طفولته بكل عفويه وتلقائيه تلقاه هو يجري على قوت اليوم انه يساند في دخل العائله خاصه فيما بالك لما تكون اسره ذات ولي واحد في ظل غياب يعني الطفل نحملوه ربما مسؤوليه العائله هو هذا قمه العنف قمه العنف انه طفل بدل من انه يعيش حياته الطبيعيه ويعيش طفولته كما الاطفال الاخرين يولي هو معناه مسؤول مسؤول على انه يقوم اسرته اخوه وشقائقه الاقل منه. علاش؟ لانه البو غائب، البو مدمن خمور، البو مقصر في مسؤوليته، البو فاهم دوره وغاب على أداء دوره. هذا كلها مكملات. ديما نرجع ونقول اللي ضحية العنف مهما كان، سواء كان مسلط على الأم، سواء كان مسلط على الأب، سواء كان مسلط على الأفراد، على أفراد الأطفال، الطفل هو الضحية، والطفل هو اللي بيش يتمثله، والطفل هو اللي بيش يعبر عليه. إحنا مثلاً منين نكتشف العنف؟ يقول قايل البيوت أسرار. البيوت مسكرة على ماليها، معناها المشاكل اللي قاعدة تعيش في الأسرة ما يعرفها حد. وجرات كما قالت الأخت في ذكرتنا احنا في موروثنا نقولوا لي صبرت عمرت معناها صبرت على الأذى والبالية من الزوج هكا باش تعمر حياتها وباش تتواصل حياتها الأسرية معناها ما ندريوش، لكن احنا جينا إشعارات
كمركز دفاع وإدماج اجتماعي يجينا إشعارات في طفولة مهددة. علاش نحثوا على طفولة مهددة؟ نحاولوا لأنه عبر الطفل سواء كان في المدرسة سواء كان في الشارع عبر على أنه شيء خور واقع في داخل الأسرة، إذا مسلط عليه داخل الأسرة وهو ضحيته عليه، لأنه هو الضعيف، هو الكائن الضعيف اللي يستنجد بمن له القدرة على أنه ينقذه، بمن له القدرة على أنه ينتشله، بمن أنه القدرة على أنه يقيه من الأثار السلبية لهل العنف هذا. طيب مدام فتن، ما نعرفش علاش ديما نتحدث على العنف الساخن إن صحة العبارة، اللي هو ضرب، ألفاظ نابية، اعتداء، ربما ينجم يوصل حتى لقدر الله يعني انه اللي يتم الاعتداء عليه يوصل حتى للمستشفى، وهذايا شفناه في اكثر من مره. ونسكتوا على العنف البارد اللي يكون في اطار الاهمال، في اطار الهجر الزوجي، في اطار ايضا هجر الاطفال اللي يكون يعني مش مبالي بهم، ما يلوش عليهم، تعشوا ما تعشوش، قروه ما قروش، غيره ربما من تفاصيل. والله يا ريم، هو في الواقع احنا ساكتين حتى على الضرب وعلى السب دائما، يعني المسكوت عنه وراه اكثر من اللي قاعد يوصل وقاعد يتقال يعني بصدق يعني فنجيوها من بعد في اطار المقاومه والحلول. والله نحن مجتمع استبطن العنف الى درجه انه ممكن يجيك بوليس في مركز شرطه يقول لك راه عادي المراه تضرب. انا وسمعت بودني الكلام هذا، عادي المراه تضرب. نحن المجتمع استبطن العنف الى درجه انه كما كانت تحكي يقول لك اللي صبر دارها عمرت، فما بالك انت منها والاحتقار والتهميش والاهمال، هذاك اللي ياثر في الشخصيه ويبني تراكمات في شخصيه الطفل ويخرج لنا طفل معقد وطفل مريض وطفل مكبوت ويوصلنا للارهاب ويوصلنا للمخدرات ويوصلنا للانحراف ومن غير ما نحكيوا عليه. يعني لو كان تعري شويه القشره، احنا شكون فينا يمشي لبسيكياتر ولا يمشي لمحلل نفسي ولا يشوف شنو العاهات اللي في نفسيته نداوي؟ وكان سيدنا هذا كان داوينا، معناها فهمتني هذاك. علاش يعني مازلنا ما وصلناش وعي ان نحكيوا على العنف هذاك، لكنه عنف مؤثر ومؤثر جدا، وبالك هو اللي يجيب العنف الاخر. وقت اللي مثال ان جي انا من عشر يمكن هي تبدا بالاهمال، تبدا بالتهميش، تبدا بالاحتقار، تبدا بالهجر، تبدا يعني بهالممارسات الصامته هذه اللي تحكي عليها انت، حتى يجي من بعد العنف الاخر الواضح والعنف الجلي يعني حتى يفيض الكاس. اما هو موجود معناها ومؤثر جدا. احنا نسكتوا، انا اقول لك نسكتوا حتى على الكبير للاسف، يعني المسكوت عنه اكثر من اللي قاعد يتقال، وهو هسكات هذا سبب من اسباب تفشي الظاهره وجودها وتغلغلها. حتى ان نسمع ساعات من مربين، يعني انا سمعت الزوجه اللي معناها معلمه، نهار العوده المدرسيه راجلها استاذ اعطاها تريحه خاطر ما عجبوش جدول الاوقات نتاعها، يعني بصدق القمه عادياتي القمه انتهى يعني بالحق بالنسبه لي انا وليه وهذا مسكوت عنه يا ندى، وهذا مسكوت عنه هذا مسكوت عنه. حياتنا برب زميلتنا ندى تجينا بعد شوي سامحني معني هذا مسكوت عنه يعني هذا في اطار العنف. فما بالك انت على التهميش وعلى الاحتقار، قديش من باب مسكر على اشياء رهيبه ورهيبه جدا. والمشكل احنا كمجتمع انشر، كان جي تحكي حتى صغير يجي مش يحكي لك ليه ما تقولش هكا على ابوك، ليه ما تقولش هكا على امك هكا، ونقولوا بصراحه علاش نكذبوا احنا لما فهمتني نحبوا احنا كمستر وبكنن وخلي الشيء وبعدها وانتحارها وارهابها وانحرافها ومدري شنو، معناها قولوا منين جاء هو رهب كله من هكا غطي 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 لين يفيض الشيء. هذا هو في بيتي. شكرا. طيب سي محفوظ، ربما في تقييمنا وفي قراءة الحضور أكدوا لأنه احنا شعب وإلا احنا مجتمع مزيف إلى حد ما، بالإضافة إلى أن مجتمع يستبطن العنف لأنه تربى على العنف. ربما زوز عوامل هذوما يخلونا نبادروا، نكونوا ديما مبادرين بممارسة العنف خوفا من أنه يعني يسلط علينا العنف. وهذا باش نستشهد فيه في مثال معين، هو العنف ضد المسنين وخاصة وقت اللي تمارسوا زوجة الابن. يعني قديما كان يمارس على زوجة الابن نوع كبير من العنف من قبل العائلة الموسعة. اليوم هل الاستبطان بتاع العنف هذايا ولا يتمظهر في عنف معاكس؟ علاش؟ هو خلينا أولا نرجع للنقطة الأولى المشتركة ما في كلام مدام سميرة ومدام فاتن. يعني العنف اللي خذا أشكال مختلفة.
ما هو الباعث نتاعها ماهوش واحد. يعني ما ثماش باعث واحد يعطيك اشكال مختلفه، لا هي بواعث مختلفه واشكال مختلفه. مثلا الحاله الاخيره اللي ذكرتها نتاع مرت الابن، مرت الابن تضرب مثلا الحمات او باباها او شيء من هذا القبيل، هذا رموش ما نصلوش للضرب سي محفوظ، ولكن لا الاهانه العنف اللفظي كذا الاهمال الاهمال هذا رو ما هوش السبب متاعه، هو السبب الموجود بين عنف رجل وزوجته. الأسباب مختلفة، ومعرفة السبب تحدد طريقة التعامل والمعالجة. أصلها الأول بين الرجل والمرأة. نعطيك مثال، المرأة اللي أهانت مثلا بو رجلها أو أمها، الأكيد أن لم يجري حوار بينها وبين زوجها حول موقفهما الاثنين من الآباء والأمهات. احنا في العادة نفرض على المرأة، مجتمعاتنا بحكم الأعراف ربما اليوم بدأت تتغير ويخوفي أنها تتغير للإكستريم الأخرى. قبل كنا نجبر المرأة على أنها تبر بباباك وبأمك أنت كرجل وتمارس على ضغط وربما تضرب كما تعملش، وكل انتصار البطولي الزائف للأم وكذا. من حيث المبدأ البر بالأم حتى دينيا راه بالباب ولم راه مسؤولية الراجل، مش يبدأ هو يلقي في التبعة على زوجته. تنجم زوجتك دينيا وأؤكد هذا وعلى مسؤوليتي، تنجم الزوجة ما تقوم بحتى شيء تجاه باباك وأمك إلا من باب الإنساني، ما تفرضش عليها. أما إذا كان ولا فرض إلزام ديني رك غلط، لأن دينيا أنت الملزم بخدمتهم. الرجال شي يعملوا ياخذوا نساء باش يتخلصوا من فراع باباه وأمه، باش يتخلص منه ويلقيه على الزوجة. هذا ظلم لنفسك أولا، لأن ربي أعطاك هدية تدخل بها الجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثلاث مرات، قالوا له من؟ قال من أدرك والديه ولم يدخلاه الجنة. يعني أنت أعطاك ربي هدية باش تبر الوالدين، تخليها هكا وتمشي تلقي المسؤولية على غيرك، باش أنت تخرج القهوة، باش أنت معناها سمحني في العبارة تغرم زمانك ومخلي المسؤولية هذيك على عاتق زوجة. والله إذا كانت بتحابب ورضا هذاك راهو أصلها اللي خلاها تخدم بالطريقة هكا. هي ملزمة دينيا بك أنت، مش ملزمة بمن معك، لا ملزمة دينيا بك أنت. هذه برشا معناها في عادة وتقاليدنا يرفضها، لكن راه الدين يفرض، لان الدين عادل يقول لك هي كتبرك وتلهى بيك انت تستعد اليا باش تبر باباك وامك، مش ان تلقي عليها الصغار والدار واليوم ولت حتى الفاتورات نتاع الماء والضوء وتبر باباك وامك وكذا. يا اخي في نهايه المطاف راهي انسان، راهو بشر. ثم الانكى والاشد في هذا الكل هو مساله اخرى، اننا كنا نحكوا توا في الكواليس مدام فاتن على غياب الكلمة الطيبة. يعني كيفاش تتعامل مع إنسان حتى صديق، مش بالضرورة يكون الزوج ولا زوجة. كلامنا للأسف الشديد ما فيش تحابب، ما هوش كلام يمس الباطن متاع الإنسان، في غالبة كلام كيف أقول مبني شكلي شايح بلهجتنا، ما هوش لا يبعث فيك تلك الروح. هذا الموجود في المجتمع على الأسرة عفوا عليك، ما يديم العشرة آليا هو التعبير على جملة من المشاعر والتعبير على جملة من البواطن النفسية. حتى أنك لحظة اللي تجي لزوجتك باش تبث الآلام متاعك رك أنك قلت لها أحبك، لأن تشوفك أنت معناها أنت جعلتها الحضن الذي تلجأ إليه. معناها عندما تحكي لها المسألة هذه هي في حد ذاتها عبارة أني أحبك، كان ما نحبكش ما نحكي لكش هذا. لكن هذا لا يكفي، نحن عندنا كلمة أحبك معناها خلينا نقولها وأكيد كثير من المستمعين باش يستغربوا هذا، لكن هذا حقيقة. احنا ما نش خير من الرسول صلى الله عليه وسلم، ديما قدوتنا ما نقوله الرسول، يا أما نقوله كلام وفعل، يا أما كيفاش نقوله الكليشيات الفارغة هذه قدوتنا الرسول وإحنا نعمله في العكس متاعها نحوه. قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بك عند كثير من الحديث إلى ملطفة المرأة وإلى حسن التعامل معها وإلى أن تقول لها، هو قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني البسمة الكلام الباهي، نحن كلامنا في الغالب أي الكلمة، وعندنا مثل دارج يقول لك الكلام الزين تدفع في الدين، ما عندكش باش تخلص دينك كلمة زينة نجم تعديك من مأزق هكا. يقول في الإطار هذا مذكر ثم قصيدة البشارة الخوري الأخطر الصغير يسموه فيه اللبناني، لحنها غناها وديع الصافي، أغنية خفيفة جدا وجميلة ينجموا السادة المستمعين يسمعوا لها والطريفة. يقول فيها بشارة الخوري عنوانها قولي أحبك واكذبي. بشارة الخوري يقول للمرأة يقول لها قولي أحبك واكذبي،
إيش معناها؟ يعني حتى إن لم تكن صادقة هي تديم الود. عاد يقول قولي أحبك وكذبي. خلنا نخرج شوية من الصرامة ريم لشوية شعر والإطار الوجداني. يقول قولي أحبك وكذبي، يا من عطشت لتشربي بهواك، كم من عاشق طول الحياة معذبي، حملتني ذنب الغرام ولم أكن بالمذنب، وأسرت قلبا طيبا رفقا بقلب طيب، قلبي أحبك وهو طفل في محبته صبي، تغريه رفة بسمة أو همس جفن متعب، إن تعصري عنب الشباب فخمريه واشربي، أو تنهبي عمري حلال كل عمري فانهبي، قولي أحبك واكذبي. يعني لما يعني قرأت القصيدة لأن فيها تعامل بريء تاع شاعر طفولي مع مسألة الحب، التعبير عن الحب. لاحظ أنت الأطفال الصغار ساعات تقول لك كلمة عادية، كلمة عادية ما تأثرش فيه، ساعات تشد إليك وتضمه كما كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين، وكان يعمل مع أطفال المسلمين. كان وقت اللي تضمه وتقول له كلمة حلوة يأنس لك ويرتاح. نحن المعاملات في غالبها في عضبش تجبد ليك الدز، هذا يعني ابعد عليا وكذا. هذيك مهما يكون التعب متاع الآباء والأمهات يتحشوها. ليش؟ ما ثم أشياء ما يتفطنوا لهاش الأولياء. ريت الوليد صغير كي ينشأ ما عندش كوني نقوله نحن يضم ويحس بك العطف واللطف وكالكلام الحلو والحضن القريب إليه، دوب ما يكبر ويبلغ سيبحث عنه لأنه حاجة طبيعية. ومن ثم يجي الجنوح أول فرصة كي يلقى ثم نوع من ما نقولوش جفاء، أمة تحبه. مفهوم الحب عندنا شنو؟ أن توفر له فلوس، أن تحضر له سروالة باش يلبسه، أن تغسل له تعطيه ماكلة باهية كذا. ثم أشياء أخرى يستحقها كيما الزوج يستحقها، يستحقها الأبن، لكن على اختلاف في الطريقة. كيما زاد المرأة تستحق أن ولدها، هذا ما نعملوهش زاد، أن كثير من أمهاتنا وقتاش نبدو نحملوا فيهم وقتاش نبدو نبوسوا فيهم وكذا، كي يكبروا كي يكملوا معناها ما عادش فيهم، يولي حتى اللقطة هذيك في حد ذاتها ربما تشعر بالشفقة مش بالحب فعلا. وتولي خطيرة معناها بالفعل، في عوض أن من الأول رغم ما فيها بس. أنا ديما نقول مرة لقيت درس في مسجد هنا فاستغرب من لقطة، قلت له مرة قبلة الجبين أنك تقبل الإنسان على الجبهة مش الجبين، والجبين اللي بجنب الرأس منه ومنه هكا، علاش فلما وتله للجبين يعني هبط على الجنب باش يذبح. الجبهة قبلة الجبهة معبرة بشكل غريب، ثم شكون كاتب فيها في الحضارات القديمة، الحضارة اليونانية، ثم شكون كاتب فيها، ثم شكون كاتب في الحضارة العربية. نحن نتصور أن مفهوم القبلة في حد ذاته نحشمه من قولنا. رو أنت كتقول قبلت أمي ولا أني حملت أمي وبسطها، راي مرتبة عالية من الحب، راي مرتبة عالية من الريكونيسانس. يعني كيف ما تكونش أنقرة، ما تكونش جحود، لا بالعكس مهما كانت ممارسة الأم. كيف نسترضي أمهاتنا؟ احنا نسترضيها بأن ندنكس عيوننا، هذا كان استرضاه. لا، هو هي في حاجة إلى أنك تحملها تبوسها تقول لها سامحني. الباب زاد كيف كيف لما ينشأ أولادنا بين ظفرين، سامحني في المصطلح استعملته في الرواية مرة، ملكمس سميته الملكمس، معناته الكميس، هو المالادروا ما يعرفش يتصرف في المواقف. هذا وليد شنو هو؟ أن الولد ينشأ على جملة من الاعتبارات البطولية الزائفة الحمقى، الرجل ما يبكيش والرجل ما يشكيش والراجل ما يحملش وما يظهرش حب. علاش؟ خير من الرسول صلى الله عليه وسلم، خير من الصحابة، هو معاوية بن أبي سفيان وشدته، والحجاج بن يوسف الثقفي وشدته، يقول لو رأيتموني أنا في حالاتي الخاصة لأنكرتم واستنكرتم. علاش؟ لكنك ما تصورهاش معنا، لكن هذا ضروري معنا وربي يهدينا إن شاء الله. طيب مدام سمير في طار التفاعل مع سي محفوظ، يعطيك الصحة سي محفوظ على اللمحة الشعرية والرياحة الطيبة اللي أثرت فينا مشاعر حلوة. لكن واقعنا الاجتماعي يؤسفني إني نقول واقعنا الاجتماعي بعيد كل البعد على الشاعرية هذه. لا، هي حلوة، هي حلوة الشاعرية، لكن تفاعلنا اليومي مع ملفات اجتماعية ساخنة جدا، كل يوم تسمع انتحار، عنف، أطفال مهددين، تحرش، مصطلحات صادمة وقوية قوية، صدقني ولات حتى قوية إحنا على المتعاملين مع الملفات هذه. سميرة تسمح لي، هي عملية ترويض مجتمعية، يعني نحن واعيين ومعاك راني معاك اللي كنا صعيبة ثقافة المشاعر يلزم التروض، ما اكتسبناهاش حتى اكتسبناها بخشونة. كانت حب بخشونة وتفاعل وكلمة حلوة بخشونة.
تعلمناها احنا ساعات سامحوني حتى نمارسوا شكل من اشكال العنف معناها باش نعبروا بيه على محبتنا. اي اي يضرب بكف يقول له والله نحبك. اي اي ما تستحضرنيش الاقوال الشعبيه اللي نقولوا فيها كل يوم على قول وقول لعمك. هذاك دلال, هذاك دلال, لكن هذاك هو اللي تعودنا عليه, هذاك ثقافتنا اليوميه اللي, ولكن المجتمع متاعنا والضغط اللي عايش فيه والالام راه بكله يعود الى منظومه اخلاقيه, فراغ ديني, فراغ تفاعل مع الدين وبعد الدين على الحياة الاجتماعية أحببنا أم كرهنا. الدين ولا نشغل بمشاغل السياسة والخطبة الدينية ولا تحكي في مواضيع سياسية وبعدت عن مقاومة الأسرة وبعدت عن العلاقات وبعدت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعدت عن الكلمة الطيبة. إيه هات والبديل شنو؟ المعاناة تشكون يعاني فيها؟ نرجع ديما نقول الطفولة, الطفولة هي اللي قاعدة تعاني وجينا قاعدة يعاني, لأني كيف نسمع اللي ظهرت انتحار الطفل وضاع حد لحياته لأنه البارح حضر على عركة بين أم وبوه, شنو ذنبه؟ ما شنو الذنب اللي اقترفه طفل وضاع حد لبراءته لطفولته باش يكون مصيره الموت؟ والله مدام سميرة في الإطار نفسه سمحني مدام فاتنا استأثرنا شوية, ما نعطيك تول مش أنا ندور في اللي في اللي أنا في اللي نجيب لكم لا لا كان حضورك كريم ومدلين عليك يعني. يعني أنا نذكر والله توا حادثة قديمة وقعت في القرن الثالث, لا رغم كنتش عندنا العقدة متاع الحب والجنس والله اللي كانت موجودة, لكن الشعوب اللي تكثر هزائمها تكثر عقدها. أما قبل أكيد معناها أي جنب السياسي أي جنب يعني الموقع الحضاري العنف موجود. احنا ولينا شعوب مهزومة مهزومة, تعيش في خيبتها. طيب. أي نتذكر فقط الحادثة أعرابية, يعني شوف حتى الانفتاح أعرابية في مجمع يحكوا معنا رجال ونساء وكذا يحكوا على الحب والفرق بين المدينة والريف في يعني قاعدة عادية جدا. شوف التفتح الكبير وتحمل المسؤولية. المرأة كي تدخل بين الرجال رو ماش معناها تدخل بين الرجال لصنع المجتمع راهي تكون هي متحملة مسؤوليتها. عاد يحكوا على الحب وكذا, واحد من الحاضرين قال الحب عندنا هو الاستعداد لليلة زفاف وكذا وكذا. قلت له شوف القولة مقواها, قلت له إنما تريد الولد مش حب هذا, إنما تريد غاية الولد نفعية في العلاقة. الغاية في النهاية معناها تحب تخلي ولد معناها الغاية ممارسة أولى جنسية يخلد الممارسة يخلد بالضبط يخلد الذكورية فيه بالضبط ويرضي نرجسية نرجسية لديه. أي ما أردته وهذا في حد ذاته عنف لأنه تقزيم. أي مدام سميرة بالله لحظة بركة الفكرة. أي ما أردته ما هو وعي المجتمع. إذا كان المجتمع واعيا بالمعنى الحقيقي للمودة والرحمة وبمعنى الحقيقي للحب وبمعنى أن من يعيش معك إنسان مهما كان وأن كل إنسان فيه نزعة خير وشر, لحظة اللي تروضة نجم تنحي له نسبة من الشر كما نحيتها لنفسك وتزرع بدلها جزء من الخير. علاش يقول لك تبسمك في وجه أخيك يا صدقة؟ علاش يقول لك معناها كثير ادفع بالتي هي أحسن؟ هذه كلها جوانب مهمة. عذرا ريم على الإطالة. لا لا الدليل أكيد أنا سعيدة وكل هذا يصب في خانة المصلحة اللي نحبه نوصلوها للسادة المستمعين, ولعل الهدف من البرنامج هذايا هو هالهوامش اللي تخرج وهالتفاصيل اللي نجمو نستغلوها في ممارستنا اليومية بعيدة على الكلام ربما الصعيب اللي برشا من الناس ما تفهموش. طيب خلينا ناخذ النتائج متاع هالانتشار متاع العنف هذايا, في الحقيقة هي نتائج ملموسة وقاعدين نعيشوا فيها بشكل يومي, ولكن مع ذلك خلينا نخصوها بجزء من حديثنا بشكل مباشر. كما بدأت أختم النتائج بالأساس مرتبطة بالأسباب. هي كونه إذا كان فما ممارسة عنف وفما تجليات للعنف داخل الأسرة ولا شيء معاش وأنا خبز يومي لأفراد الأسرة بتبيع بالنتيجة ما هي تكون التصدع, تصدع في العلاقات والتصدع عمال يكبر إلى درجة التفكك. ولو نحكيه على أسرة متهاوية أسرة مهددة بالتفكك أو أصلا مفككة أو يمكن تكون حتى أسرة ذات ولي واحد, يعني سواء كان الرجل أو المرأة فقط هي اللي تقوم بشؤون الأسرة في ظل غياب الشريك اللي هو تخلى كما نقولوا احنا هو جندي تخلى عن عن عن, عن مكانه وخلى المسؤوليه لمن لطرف اخر سواء كان الرجل او المراه. وهنا بالتبعه باش نحكيوا على اطفال مهددين, بالتبعه باش نحكيوا على اطفال منحرفين واطفال جانحين ومجتمع
أفراد ومقومات تكوين المجتمع هذوما عناصرها وهذوما الناس اللي تتمثل وهذوما الناس اللي تبني في المجتمع هذا. كيف يكون المجتمع؟ مجتمع عنيف يعيش العنف ويمارس العنف ويتمثل العنف وفي سواء كان لفظي سواء كان جسدي وغيره. وهذا المشكل اللي احنا ولينا متعايشين مع العنف ولينا قابلين بالعنف كما قالت الأخت ولينا ثقافة العنف عايشين ثقافة العنف. معناها تقول غاضب سمي وصل شكون يسمي الطرف المنشق الطرف المتشدد غاضب هو تعبير عن غضب هو عنف هو في حد ذاته عنف. لكن عنف احنا نعيشه في طبيعاته احنا وصلنا ليه ابنائنا واطفالنا وبالتالي احنا ناخذه في النتيجه نتاعه وعايشين في محيط مبني على ماذا؟ على الخوف. الخوف من الاخر الخوف انك تعبر عن علاقتك به وان تحدد المفاهيم معاه وانك تاخذ دو ريفيرونس معناه شنو هو نتاقف واجباتك ونتاقف التزاماتي. العقد الاجتماعي اصلا فهم من العقد الاجتماعي معناه كيف اللي قول بجذريه فيه ما عادش ما تعايش سلمي بين الناس ولا تعايش مبني على العنف. تمشي للشارع تلقى العنف تسمع الاعلام تلقى تشوف العنف الممارسات اليوميه عنف. ايه وين ماشيين بيه؟ اكيد باش يمثلنا في حتى خياراتنا حتى خياراتنا ما عادش مبنية على الندية ما عادش مبنية على ثقة بالنفس واحتزاز بالنفس وإنما مبنية على علاقة عنف يسلط علينا ونستبطنه ونرضى به في علاقاتنا حتى الخارجية. معناها مجتمع ككل في رؤيته في مقاوماته ولا يتعايش مع العنف بالتالي مجتمع فاشل. خلينا ما نحبش نكون متشائمة خلينا نفتح المجال للأخوة وبعدين على الأقل نعملوا مخرج إيجابي إن شاء الله. طيب قبل ما تغادرنا شي محفوظ باش نستغل فقط نستسمحك مدام فاتن شي محفوظ وعدتنا راه بغير ربع توا 37 دقيقة في مسعدنا في العرس أي وانا مرة أخرى باش نزيد نستسمع مدام فاتن والله بالحق ما أنا سمعنا أي طيب سؤال أخير شي محفوظ لا لا والله عايشك ربي يعزك إن شاء الله طيب طيب شي محفوظ خلينا ناخذ معاك فكرة وفي ختام لقائنا معاك على تصورك للحلول في إطار مجابهة هذه الظاهرة. التصور العام هو من بين ما نذكروا به ريم ثم مرة حكينا لك البرنامج في منظمة الأليكس والأسيسكو كانت تذكر يعني التصور عام يعني فيما يتعلق بمسألة العنف في المدارس وغيرها لكن نستحضر منه بعض النقاط. الاشتغال الأول اللي يلزم يكون هو في المجال التربوي التعليمي الأول معناه أول مرحلة مجال التربوي التعليمي. ليش؟ لأن باش تحمي الأجيال لازم تكون ثم عملية ترسكلة وإعادة وعي جديد للناس اللي باش يقوموا بالدور هذا لأنك تحمي الجيل هذاك اللي توا عمره عامين وثلاثة سنوات من التحضيري للي يولي لك جيل بعد 20 عام يعني تقريبا عمره 23 عام على الأقل أمنت المرحلة هذية وما عملناش العملية العكسية أن يقول لك نمشي للأسر توا لا توا الخدمة الكبيرة لازمها تكون في المدارس باش يصير تفاوت. وين التفاوت هذا؟ هو ما بين الخدمة اللي تتخدم في المدارس والأسر اللي ما سمعتش بهالبرامج الجديدة لكن مثالش اللي تمنع هذا من ناحية. اثنين المنابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المنابر الجمعية سواء كانت يوم الجمعة أو منابر الدروس التي تلقى في كثير من المساجد لأن لا نفع في أنك تصلح في الإطار التربوي ويجي له ليد اللي علمته أنت حاجة يمشي البوه عنده فكر متطرف أو عنده فكر منعتق من كل المرجعيات يعني عندنا كثير من الناس معناها اللي فقدوا توتلي ريفيرونس ما عنده حتى مرجعية بالحق معناها فلا فايدة أنك تعلمه ويمشي غادي يصطدم. إذا لابد أنك تعلم الناس في منابر رسول الله الخطاب الديني لابد أن يتغير في هذا الاتجاه أن نعلم الناس بالفعل. يعني كثير للأسف الشديد البكري أخت فاتن حكيت على الطرفة بين ظفرين وهي واقعة اللي مرتها عندها جدول الأوقات خايب فنزل عليها بالطريحة. نحن نعرف شكون الناس يسوقوا في الخطابات للأسف الشديد وغايتنا يعلم الله مش نميمة لكن فقط التنبيه إلى خطورة. يسوق لخطاب في دروس سواء كانت أكاديمية أو في إطار التعليم الديني ثم هو يمارس العكس تماما. هل الانفصام في الشخصية هذا آن له بالفعل أن يدرس دراسة أخرى؟ وفضلا عن هذا الكل ريم الإرادة السياسية والتوجيه الثقافي الإعلام نجم يصنع لك خبزة
معناها حلويات جميلة جدا كما يصنع لك اللي تعطيه له من تريزار من كنوز الكل يصنع لك منها لقشة بوشمات. بمعنى الفرق بيناتهم شنو أنك يحب يصنع حاجة جميلة جدا هي السلطة الأولى وكيحب الشيء اللي أعطيته له يخبي منها الكثير ويصنع لك منها الحاجة الأقل أرى ينجم. أعلامنا اليوم حبينا ولا كرهنا يلوج على كيفية شنف الآذان كما يقولوا قديما بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان سواء المرئي أو المسموع أو المقروء. اليوم الجرائد الأكثر مبيعا ما هيش الجرائد اللي قاعدة تنقش رغم اللي احنا أعلامنا يشكر ربي أنا بطبيعته لكن اللي قاعدة تتباع مش هذه. نعطيك مثال آخر الناس الكلها سمحني من عرش ريم عندي الحق نذكر برنامج ولا لا ثم برامج الناس الكلها تسب فيها في القهوة والناس الكل تفرج فيها معناه هنا أي هنا عندك شكل مشكل النفاق النفاق يعطي انفصام شخصية هذا اللي حبيت نقوله ولكن دائما يعني كي تبدأ تو كما يقال كأنك لم تسبق من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه إذا كان وصلت للي حاجتك به ما تقولش هو سبقوني لا المهم توصل وراو الأمل الموجود والله سبحانه وتعالى يد الله مع الجماعة التي تريد أن تصلح في الأرض أما من يفسد في الأرض فلا تمد له يد يعني هنا يكون وعينا كبير في المجال هذا واضح كل الشكر لك ثان دكتور محفوظ الله يبارك لك عذرا يا ريما لغة القرآن الكريم نخاف من العنف الأسري حتى يعني يا سيدي لا 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 أوكا طول نتوسطوا لك عند المدى إن شاء الله لكم المهم من رجول الدارتول لا لا من رجول لا تنجمت إن شاء الله ربي يبارك لك عايشك شكرا لك طيب مدام فاتن ربما هل لدينا فرصة للتدارك أكيد يعني أكيد لازمنا نداركوا والأمل موجود ولولا هذا الأمل ما كناش موجودين هنا يعني ما جيناش فقط للتوصيف أكيد جينا باش نبحث على الحلول مع بعضنا ونوصف الواقع ونبحث على حلول لهذا الواقع كما والله اللي قالوا السي محفوظ أنا لن أخالفه يمكن مش نقوله بلغة أبسط شوي أسهل شوي دور العلاء دوركم مهم ومهم جدا تخصيص برامج اجتماعية وتربوية مثال برنامج كما هذا مهم أنه يكون موجود منه برشا ويكون وقته به يعني وقت تسمع فيه يعني حتى اختيار وقت للبرامج هذوما الاجتماعية راهو عنده دوره معناها وتكثير من هالبرامج هذوما راهو زاد عنده دوره يعني أنه البرامج هذوما عندهم دور كبير في كشف الواقع تعريته محاولة إصلاحه نجموا حتى نطوروهم أكثر يكونوا معناها بحاجات قريبة للطفل قريبة للشاب حتى بالأغنية بالقصيدة يعني باش يستصيغهم أكثر خطر ولينا هلا غالب يعني نغلب ونفك ويزمنا نفك هالأطفال اللي مهووسين والشباب المهووس مهووس بالألعاب الإلكترونية وبالأضواء وبالصخب يعني يزمنا نحن نكون قراب ليه شوية ونفهم لغته ونتكلموا معها بلغته ونحاول نوجهوه ونخرجوا من هالديرة هذه ثم عنا تربية أسرية في المدارس قبل أنا نتذكر كان يعني ما هوش قبل برشا 10 سنين التالي كان فما كتاب ولا حاجة اسمها التربية العمرانية والتربية الأسرية كانوا مواد محملة على المواد الأخرى وتكوننا فيهم وخدمنا فيهم بالبرشا وجابونا الكتب مش معنى مواد محملة على المواد الأخرين يقول لك كل ما تلقى مفهوم أسري تنجم تدمجه حتى في مسألة بتاع رياضيات ادمجه فهمتني مسألة بتاع رياضيات نجم تدمج فيها مفهوم أسري ادمج يعني وريك فيش تدمجهم وفيش دخلهم يعني كنا النجم وقريوا المفاهيم الأسرية في قديش من مادة تو ما عادش فهم فهمتني بالحق ما عادش فهم أنا نتسائل وين مشاو الكتب هذوك وعليش ما عادش موجودين وعليش ما عادش في البرامج الرسمية التربية الأسرية طيب في إطار إصلاح المنظومة التربوية تم اقتراح مثل هذه احنا اقترحنا لكن إن شاء الله يصير يعني اللي قاعدين نشوف فيه لحد الآن إصلاح فضفاض يعني مجرد شكليات غير امتحان بامتحان وندر شنو مريناشي التورة والتغيير على في البرامج الرسمية مرينا شيء صدق والجانب القيمي اللي حكينا عليه احنا في الإصلاح وانا واحدة من الشركة في الاستشارة ما زلنا مريناشو فهمتني قلت لك نتذكر انه كان فما حاجة اسمها تربية أسرية وانا بجودي قريتها يعني كنا نحاول نحمل النصوص يعني كل ما نلقاو إشارة لجانب أسري نتوسع فيه شوية معناه نقولوا هذا نكتبوها بلون مغاير في المذكرة متاعنا واللي هو في البلدان يعرفها نكتبوا تربية أسرية ولا تربية عمرانية توا ما عادش فما يعني نتسائل وين بالعكس احنا نورمالمون نطوروها ونفردوها حتى بمادة خاصة تربية أسرية يعني يكون عندها دور باش تكون الطفل تربية أسرية سليمة حتى ولو جانا بالدام الدار بحاجات غالطة على الأقل المدرسة تصلح 50% الأخرى حتى كي باش يعيش صراع بين البرة والداخل خير من اللي
كل شيء معناها كما هو. واضح. بنرجعوا للحوار وسؤال ختامي معك مدام سميرة، دور الدولة في بداية يعني حفظ ما بقي وإلا إصلاح ما يمكن إصلاحه من جيل للأسف وأجيال تعدت في إطار هالمنظومة هذه، وأصبحنا نتميز كشعب تونسي بأن شعب عنيف على المستوى على الأقل الدول العربية، حتى باش ما نكبروش الحديث ياسر، ولكن على الأقل احنا نتميز بالعنف اللفظي إذا ما استثنينا العنف الجسدي وغيره من أصناف. زد على ذلك بناء الاستراتيجيات، بناء السياسات لأجل مقاومة هذه الظاهرة. شوف أني في على أهمية الموضوع اللي تناولناه العنف داخل الأسرة وقيمته، وضروري كون لازم يكون فيما الطرح والتفاعل مع الموضوع هذا من مختلف جوانبه، وإن شاء الله نكون أمام السادة المستمعين أن احنا وفقنا في إثارة الموضوع كإشكالية، لأنه الحلول كل واحد عنده حل من موقعه من تجربته الفردية، لأنه في كل الأحوال هي التقويم فردي بالأساس. نحب نتوجه بكلمة مجنة قبل ما نجاوب على سؤالك الدولة، لكن كلمتي المجنحة بالأساس أولا توجه إلى الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأولى، هي الأساس والمرتكز الأول والأساسي اللي فيه يصير المشكل، اللي هي دعوة اللي تنشئ سليمة وبناء الأسس الأخلاقية اللي تكون شخصية الفرد، اللي تخليه إنسان الغد متوازن، قادر أنه يصرح بالمعاناة ويرفض، يعرف يقول لا، يقدر يقول لا لكل عنف مسلط عليه مهما كان حجمه ومهما كان الشخص المسلط عليه، طبعا من غير إعادة، معناها مش كرة مضرب هي تضرب لا، وإنما هي في إطار الوعي ساعة بحقوقه باحترامه لذاته ولكيانه، وبالتالي ما يسمحش انه حد يمارس عليه العنف مهما كان، نرجع ونقول مهما كان مصدر العنف وشكون الشخص اللي سلط عليه. وبالتالي ننتقل الى الاسره، الى المؤسسه التربويه. المؤسسه التربويه ثاني شخص، ثاني مرحله يمر بها الطفل، الشخص هذاك اللي هو باش يعاوننا على بناء شخصيه، اذا كان هما بالبرامج التعليميه والزمن المدرسي والمنظومه التربويه ككل، باش يشكل لنا شخص مهتز، شخص فاقد لثقته بنفسه، شخص معناه سلبي في تفاعله مع الاشياء، اين نذهب به؟ ثم بالنتيجه المجتمع، كلمه نوجه بها لكل مكونات المجتمع هذايا، انه تستوعب ظاهرة العنف، إنها تفهمها وتعالج أسبابها، ونحاولوا مع بعضنا نأسس القطع مع ثقافة العنف، ونؤسس ونعي ثقافة التعايش السلمي. من حق كل واحد أنه يعيش عقد اجتماعي، يعيش في كنف الاحترام، يحترم في ذاته، في شخصه، في قناعاته، في أفكاره، مهما كانت الرأي المخالف معناه نتعارض معه، لكن نحترم. هذاك هو التعايش مع الآخرين، قبول الآخر وعدم رفض الآخر مهما كانت انتماءاته، مهما كانت التيار الفكري يمثله ولا المرجعية الفكرية اللي يمثلها. وهنا مسؤولية شكون؟ الكلمة الأخرى نتوجه بها للدولة، الدولة بمؤسساتها الاجتماعية، بمؤسساتها الإعلامية، بمؤسساتها الثقافية، بمؤسساتها بخياراتها السياسية والاستراتيجية، إنها تتقي الله في الأفراد، فيك المواطنين، فيك الناس اللي مسلط عليهم العنف، فيك الناس اللي هما عايشين العنف ويتمثلوا في العنف، باش باستراتيجيات صحيحة، استراتيجيات بناءة، مش مسوقة من الخارج ما تراعيش ربما الخصوصية الداخلية، ما تراعيش مجتمعنا التونسي، ما تراعيش خلفيتنا العربية، ما تراعيش المرجعية متاعنا، باش اللي احنا نفتح الحوار حول حوار سلمي بين انت تشوف الصراعات بين حتى الأحزابنا السياسية مدعوة انها تأسس لخطاب سلمي، خطاب منفتح، خطاب بناء، نتعايش وش بيه، ائتلاف حكومي خلينا نسيروا هالبلاد هذية من غير محاصات حزبية تجبد ليك ونجبد ليا، ومش مهم المصلحة العامة. أيضا في إطار التزاماتنا الدولية، يا حبذا لو كان نعيشوا صحيح، احنا المجتمع التونسي والشعب التونسي كان طول عمره متسامح، دايما في تجربته متسامح مع الحضارات مع الثقافات، لكن مع مراعاة احترامنا شخصيتنا وهويتنا العربية، مواقفنا لازم تكون واثقة من نفسنا،
واثقين من نفسنا ومعتدين بذواتنا. صحيح إمكانياتنا محدودة اقتصاديا وماديا، إمكانياتنا محدودة، لكن هذا ما يخليناش اللي احنا نرضاو بالبديل ونرضاو بالأجندة اللي مسلطة علينا. إذا ولهذا الكل نتوجه خطابي، نتوجه بالمنتوج الثقافي اللي قاعد يعطى للناس اللي قاعد يروج، سواء كان مقروء أو مسموع أو مرئي. تنتي تتفرج على فين بكل عنف، كيفاش وتتفرجوا في 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 مناسبه عائليه بكل عنف، كيفاش ما تحبش العنف؟ نستبطنوه في الفاظنا. الشارع التونسي ولا عنيف؟ لذا الدعوه ان احنا نفتحوا حوار فعلا، نتصالحوا مع انفسنا. احنا ناس مش متصالحين مع انفسنا، نحكيوا على الانفصام، فعلا احنا ناس منفصلين. الخطاب الذي نقوله والممارسه التي نفعلها غير ما نعملوه في ديارنا وغير ما نستبطنوه. لذا خلينا نتصالحوا مع انفسنا ونعرفوا اللي فما امل، مدام فما الإرادة وفما الرغبة في ان احنا نتعايشوا بكل سلام، فما إمكانية، فما دايما الحلول. لكن يلزم نقطعوا مع ثقافة العنف ونأسسوا بشكل مشترك، بشكل جماعي، وعي جماعي لثقافة التعايش السلمي. واضح. كل الشكر لك اذا مدام سميرة عابد، رئيسة مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، وايضا خبيرة في الشؤون الاجتماعية والسياسية. ايضا كل الشكر لك مدام فاتن زايري. تفضل لله. المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. بارك الله فيك لله. فاتن زايري مربية وايضا ناشطة في المجتمع المدني، ممثلة عن جمعية أسرتي العربية، وكان حضر معنا منذ قليل سي محفوظ غزال، دكتور وباحث في لغة القرآن الكريم. كل الشكر لزملاء اللي رافقوني الموعد اليوم، حسين العبد ومروة شيبوب في الجانب التقني، وزميلتنا مروة نايلي في استقبال وتنسيق المكالمات الهاتفية وفي تنسيق سبور الموسيقى الأخبار وزفن ثم معك التصوير.